هو انا كل ما اسالك واقول لك معاك ايه في ايدك تقول لي معايا باج؟ مفيش بدائل خالص لباج، ده في شنطه مدرسه، في شنطه السوق اللي بنروح نجيب بيها حاجات من السوق، في شنطه الشغل، في كذا بديل لباج. وفي الفيديو بتاع النهارده هعلمك اكتر من بديل لباج او انواع الشنط في الانجليش عشان تبان فلوينت او لبق اكتر وانت بتكلم الناس. يلا بينا. اول نوع شنطه معانا وهي شنطه المدرسه اللي بتتحط على الظهر. في الامريكان انجليش بنقول عليها راك ساك، راك ساك، وفي البريتش انجلش بنقول عليها باك باك، باك باك. يبقى راك ساك في الامريكان انجلش، وفي البريتش انجلش بنقول عليها باك باك، باك باك. الشنطه البلاستيك اللي بننزل نجيب بيها حاجات من السوق اسمها بلاك ساك، بلاك ساك، او فيها اسم تاني بس قذر شويه اللي هو رابش ساك، شنطه الزباله، وبنجيب بيها حاجات من السوق، انت فاهم المفارقه يعني. فبلاك ساك او رابش ساك، شنطة الزبالة. عندنا كمان paper bag، وزي ما انت شايفها الشنطة دي بنستخدمها في ان احنا لما بتجيب هدايا مثلا لخطيبتك في الفالنتاين، او اي شنطة كرتونية بنقول عليها معمولة من الكرتون، يعني بنقول عليها بالانجلش paper bag، وفي الغالب المحلات بيستخدمها عشان تحط فيها البضاعة او الحاجات وبتبقى تكلفتها قليلة، paper bag. الشنطة اللي جاية بقى بنستخدمها لما بنبقى رايحين الجيم، الناس الفتنس، الناس الجامدة، بنقول عليها بالانجلش barrel bag، barrel bag، دي الشنطة بتاعت الجيم. الشنطة بتاعت السفر اسمها suitcase، suitcase. واحد ممكن يسألني يقول لي امال baggage او luggage في البريطاني يعني ايه؟ باجج او لاجج دي الشنط كلها على بعض، وده اسم في الانجليش لا يعد باجج او لاجج، لكن سوت كيس هي شنطه واحده من ضمن الشنط، فشنطه السفر اسمها سوت كيس، سوت كيس. عندنا بعد كده الشنطه بتاعه الجيش اللي هي بالانجليش اسمها ارمي دافل باج، ارمي دافل باج، مش عارف بالعربي اسمها ايه، هنحاول افتكر لكم من ايام الجيش. اه المخله، مخله، عسكري مخالي، شيل هوب، اوكي، دافل، ارمي دافل باج. الشنطه بقى الجايه ديت للشباب الروش اللي هو الشيك اللي ما بيحبش يشيل حاجه في ايده كده ماشي مسلمها لربنا، بس بيشيله في وسطهم يعني. الشنطه دي اسمها بالامريكان انجلش بيلت باج، او ممكن نقول عليها ويست اللي هو الوست، ويست باج او باك، يبقى بيلت باج او ويست باج. الشنط بقى بتاعت الجنس اللطيف عشان ما نبقاش نسيناهم في الفيديو بتاع النهارده، عندنا pouch اللي هو البوك، او ممكن تقول عليه purse، purse، بس الباوتش بيبقى ليه سوسته من فوق كده من البيرس بيتقفل كده يعني، ده الفرق يعني. فعندنا pouch او purse اللي هو البوك بتاع السيدات. عندنا كمان messenger bag او شنطه الرسول، الرسول اللي هو ساعي البريد يعني، زمان كانوا بيشيلوها على كتف واحد كده ومن هنا جه الاسم، فاي شنطه صغنونه كده بتتشال على كتف واحد اسمها messenger bag، messenger bag. عندنا كمان شنطة تانية اسمها توت، والشنطة ديت مفضلة جدا للبنات اللي هي الارستقراطية اللي هي بتلبس كعب عالي، دي بتمشي دي مع دي زي ما احنا شايفين في الصورة، اسمها توت، توت، توت. الجدير بالذكر كمان ان الشنطة بتاعت الشغل اسمها بريف كيس، فلو انت محاسب، لو انت بتشيل ورق كتير، الشنطة اللي انت بتشيل فيها الورق بتاع الشغل اسمها بريف كيس. كمان خليني اقول لك يعني حاجه ممكن يبقى ليها علاقه بالشنط، الجراب بتاع الموبايل في الانجليش، انا اسف مشموش جراب، معرفش اسم جراب ده جه منين، هو اسمه برضو كيس، موبايل كيس، وبرضو الجراب اللي بتحط فيه النضاره مسموش جراب، اسمه جلاسز كيس، يبقى عندنا موبايل كيس وجلاسز كيس. بس انت طبعا لو في محل موبايلات ما تروحش تقول له موبايل كيس مش هيفهمك خالص، فاقول يعني دي خليها وانت بتتكلم مع حد بيتكلم انجليش، موبايل كيس او جلاسز كيس. اخر كلمه معانا النهارده واخر نوع من انواع الشنط عشان احمد اللي بيصور لنا الفيديو النهارده ما يزعلش، الشنطه اللي بتحط فيها الكاميرا اسمها كاميرا كيس، كاميرا كيس، بالذات الشنط اللي بتحمي الكاميرا من اي خبطه او كده، كاميرا كيس. بس that's all for today. لو الفيديو عجبك share and like please، وساعدونا نوصل لعدد اكبر. و that's all for today. Thank you very 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 much.